بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. لقد رتب الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح إلى كتب، يعني داخل الكتاب متقسم إلى كتب، تحت الكتب دي أبواب وسماها كتبا، يعني مثلا بنجد كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، وتحت كل كتاب مجموعة من الأبواب. طب هو قسمهم إلى كتب وسماها كتب لأن الكتاب بمعنى الجمع والضم، أنت ضامن مجموعة من المسائل تحت هذا الكتاب أو داخل ذلك الكتاب، حتى جاية منها كلمة الكتاب، لأن بيبقى في الكتاب أشياء كثيرة بيتناولها الكاتب، في كمان كلمة الكتيبة المكتوب. وهو في يعني اصطلاح الجماعة المؤلفين والمصنفين إنه كلمة الكتاب كالجنس الجامع، يعني كالأصل الجامع لأبواب أو مسائل بيتناولها ذلك الكتاب. والحقيقة أنه من تنسيق الإمام البخاري للجامع الصحيح أنه جعل مفتاح الأبواب اسم الكتاب أولا، جعل مفتاح الأبواب اسم الكتاب أولا ثم تراجم للباب، يعني اسم الكتاب هو عنوان الموضوع الرئيس اللي بيتناول تحته مجموعة من الأبواب، الأبواب اللي تحته دي متصلة باسم الكتاب. فلما مثلا جاب كتاب بدء الوحي تحته الأبواب بتعالج القضية دي، تتناول هذا المضمون، وجعل بعد كده في الجامع الصحيح المقسم إلى كتب وتحت الكتب أبواب، وجعل تراجم لهذه الأبواب، وقلنا إن الترجمة هي العنوان اللي بيضعه الإمام البخاري لكل حديث في كل باب، والعنوان ده هو بيستنبطه الإمام البخاري من خلال ما فهمه من الحديث الشريف، ومن خلال كذلك فقهه للحديث المذكور تحت الباب، وكمان أدرج في هذه العناوين أو اللي هي التراجم علم جم من غريب القرآن الكريم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وشواهد الحديث من القرآن الكريم وشواهد القرآن من الحديث وهكذا. فبدأ الجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي، تحت الكتاب ده في باب اسمه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الباب الثاني تحت هذا الكتاب باب من الوحي الرؤيا الصادقة، وجاب الحديث الرواية بتاعت أمنا السيدة عائشة اللي بتحكي فيها كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدأ الأمر ده كانت بالرؤيا الصادقة التي يراها كفلق الصبح، وهكذا إلى نهاية ما عرضه الإمام البخاري في هذا الكتاب وما تضمنه من أبواب، ونكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن طريقة تبويب الإمام البخاري لجامعه الجامع الصحيح، وطريقة تقسيمه للكتاب عبارة إنه الكتاب الجامع مقسم إلى مجموعة من الأبواب، وتحت هذه الأبواب مجموعة من الكتب، وتحت هذه الكتب الأبواب الخاصة بكل موضوع بيتناوله كل كتاب داخل الجامع الصحيح. فابتدأ الإمام البخاري بكتاب بدء الوحي، وأتى بعده بكتاب الإيمان، ويا ريت نركز في
أسماء هذه الكتب. يبقى أول كتاب كان كتاب بدء الوحي، وأتى بعده بكتاب الإيمان، وتحت كتاب الإيمان مجموعة من الأبواب، زي مثلا الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وتحته أورد الإمام البخاري هذا الحديث، فقال الإمام البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وتحت كتاب الإيمان الحقيقة أورد الإمام البخاري أبواب عدة، يعني لما نيجي نتصفح كده كتاب الإيمان ونشوف أسماء الأبواب تحت هذا الكتاب داخل الجامع الصحيح، نجد مثلا باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اسم الباب كده. وأخرج تحت هذا الباب الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كتاب بدء الوحي، وبعد كده جاء كتاب الإيمان، وبعد كتاب الوحي وكتاب الإيمان أتى البخاري بكتاب العلم، ثم كتاب الوضوء. فكأن كده ما تيجي تقرأ أسماء الكتب اللي نظم عليها الإمام البخاري الجامع الصحيح، كأن الإمام البخاري راعى في تنسيق الصحيح وترتيب الكتب ما يتعلق بموضوع الأصول، موضوع الأصول اللي هو العقائد، وبعد كده بعد الأصول والعقائد جاءت الفروع وهي الشرائع. وزي ما قال أهل العلم عن الإمام بخاري، عن الإمام البخاري في طريقة تبويبه وتراجمه اللي هي أسماء الكتب وأسماء الأبواب داخل كتاب، إن فيها أسرار، وحقا فيها أسرار، وده واضح جدا، يعني واضح عموما في طريقة تأليفه وتصنيفه للكتاب، ترتيبه للكتاب الجامع الصحيح. يعني في الجامع الصحيح إذا تتبعنا تسلسل الكتب وجدنا عجبا، وجدنا عقل الإمام البخاري اللي بينبئ عن فهمه الدقيق لأصول وفروع هذا الدين الحنيف، واللي تجلى وظهر جدا في طريقة تنظيم البخاري للجامع الصحيح، واللي استهلوا اللي ابتدأوا بكتاب بدء الوحي، ثم بكتاب الإيمان، ثم بكتاب العلم. الترتيب ده في الجامع الصحيح كان يقصده الإمام البخاري، إن يبتدي ببدء الوحي ثم كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان ثم كتاب العلم. هو قصد الترتيب ده لأنه كأنه اعتمد هذا الترتيب الموضوعي للكتب اللي بتنتظم تحتها مجموعة من الأبواب اللي كلها بتحوي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح وفق شروط الإمام البخاري، كأنه اعتمدوا كمنهج بينتظم عليه عقل المكلف في الاعتقاد والعمل. يعني لابد الأول النظر في قضية الوحي للتصديق بنبوة الرسول الكريم وأنه رسول مرسل من عند ربه، وبعد ذلك تأتي قضية الإيمان، وبعد كده تأتي قضية العلم. يعني لما قدم الإمام البخاري وجعل في الجامع الصحيح أول كتاب هو بدء الوحي، هذا البدء من الإمام البخاري مش عشوائي، إنما كما كان يقول الإمام البلقيني بأنه ابتدى ببدء الوحي لأنه هو منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات، ومنه عرف الإيمان والعلوم. فالبخاري بدأ الجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي،
ثم بكتاب الإيمان ثم بكتاب العلم. الترتيب ده داخل الصحيح ليه؟ قد يكون ملحظ الإمام البخاري في ذلك إن أول ما يعني أول ما يطالب به الإنسان بعد معرفته بالوحي الشريف هو الإيمان، لأنه عن الإيمان بتصدر بقية الأعمال. أنت النهاردة تبتدي قضية إنك تكون مسلم بإنك تصلي وتصوم دون عقيدة راسخة في قلبك، ولا في عقيدة الأول في قلبك هي رسخت في القلب بعد كده انطلق الإنسان المؤمن لتطبيق الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. يعني أول شيء يجب الإيمان به هو الوحي، لأنه جميع متطلبات الإيمان من التكاليف الشرعية سواء بقى ما يطالب به المكلف من الطهارة من الصلاة من الزكاة وغيرها مما سيذكره البخاري في صحيحه متوقف على كون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا بيوحى إليه، هو نبي موحى إليه. فإذا استقر هذا الاعتقاد في القلب أوجب على الإنسان بعد كده أنه يتعلم الشرائع عشان يكون ممتثل لأوامر ربه، فيكون مؤمن متصف بالإيمان صادق في إيمانه. ثم بعد التصديق بالوحي وما يترتب عليه من أنه الإنسان من الإيمان طبعا والدخول إلى الإيمان، يجب أن يعرف أن الإنسان المكلف أن طريقه لتنفيذ الإيمان وتطبيق الصور الإيمانية بطريقة عملية هو أنه يبتديها بالعلم، أنه يتعلم الأول. يعني أن يتعلم أولا ليعمل بما علم ويبرهن على صدق إيمانه الذي وقر في قلبه بالعمل الصالح اللي كله طاعة للأوامر الربانية. لذا جاء البخاري بكتاب العلم اللي هو الكتاب الثالث بعد كتابي بدء الوحي وكتاب الإيمان، جاء بكتاب العلم قبل بدء كتاب الوضوء. يبقى الصحيح البخاري إذا فتحنا الصحيح هنلاقي مقسم الصحيح لكتب وتحت كل كتاب أبواب. الكتاب الأول في الصحيح عند الإمام البخاري كتاب بدء الوحي اللي تحتيه أبواب بتعالج القضية دي، بعدين الكتاب الثاني في داخل الصحيح هو كتاب الإيمان وتحتيه أبواب بتعالج هذا الموضوع من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب الثالث هو كتاب العلم. الترتيب ده يقصده الإمام البخاري وهو مما تعلمه من الوحي الشريف، حيث أن أول ما يجب أن يتعلمه المكلف أول حاجة إيه حينئذ هي الطهارة، يبقى ثم الصلاة، ثم تأتي بعد كده بقية التكاليف والأحكام والفضائل. هذا الترتيب قصده الإمام البخاري لأنه راعى فيه أنه بينطلق من الأصول إلى الفروع. ابتدى بالأصول بدء الحديث عن بدء الوحي، ثم بعد ذلك تحدث ده الكتاب الأول، الكتاب الثاني قضية الإيمان، بعد قضية الإيمان ابتدى بالعلم الأول قبل ما يبتدي نشوف التكاليف المطالب بها الإنسان المكلف إنه يعرفها عشان يقدر يمارس الإيمان ويطبق الإيمان بطريقة مبنية على المعرفة. إزاي يعرف يتوضأ، وبعد كده إزاي يعرف يصلي، وبعد كده أنواع الوضوء والطهارة وطريقة الغسل، وبعد كده مواضيع كثيرة كلها بتنتظم في عقد فريد في الجامع الصحيح للإمام البخاري، وما زلنا في شريف صحبة الجامع الصحيح للإمام البخاري لنرى بعضا من أسراره المباركة. فرحم الله تعالى الإمام المبجل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء، اللهم آمين.